مساء الخير أصدقائي المصاحبين لمرض السكر. أنا أحب أتكلم كلمتين ببساطة على العناية بالقدمين. العناية بالقدمين موضوع مهم لكن له أهمية خاصة في المصاحبين لأمراض السكر. نمرة واحد، بنطلب من أصدقائنا اللي عندهم سكر إن هو لما يغسل رجله لازم ينشف كويس رجليه وبين صوابع رجليه، لازم لما يقص ضوافره يقصها بقصافة خط مستقيم، لازم دايما يحاول ان هو ينشف رجليه كويس. لو يحب ما يلبسش صندل او شبشب، يفضل ان يلبس حذاء واطي وطري وعريض من قدام او حتى سابوه. نحب ان هو يشوف اسفل القدم كل فترة اذا كان فيه خدش او جروح، يشوف بين الصوابع لو في الوان بيضة لان دي ممكن تنبئ بفطريات. لكن كمان بنطلب منه ان هو يحط ايده في الحذاء بتاعه عشان ما يكونش فيه حصى او حاجة موجودة طفل من الاطفال فيسبب له جرح. الحاجة التانية، ان من الحاجات المهمة ان الشخص لما يبتدي يحس بتنميل او شكشكة او بحرارة في رجليه عليه انه يتوجه للطبيب المعالج بتاعه، لان ده ممكن تكون بداية التهاب في الاعصاب الطرفية. برضو بنطلب من أصدقائنا اللي عندهم سكر لو واحد عنده جرح يتوجه للطبيب الجراح بتاع الأوعية الدموية. لكن لو في بقليلة أو حتة جلدة زيادة مفضل هو ما يشيلهاش، يروح للطبيب يشيلها له عشان ما تزيدش. لازم أخد بالي من لون الرجل، لأنه لون الرجل العادي احنا عارفينه لو احمرت بنفكر إن يكون فيه التهاب. لو اللون بتاعها بيض يبقى الدورة الدموية ضعيفة، لو زرقت دي حاجة من مظاهر الخطورة، طبعا لو اسودت دي فيها مشكلة قاسية بالنسبة لنا. من فضلك انا احبك تعمل رياضة 4 مرات في الاسبوع، كل مرة 30 دقيقة، لكن دايما تبقى لابس حذاء تقدر تتحرك فيه. من فضلك لو رجلك اتجرحت ارجوك روح للطبيب بتاعك علشان يقدر ان هو يساعدك في القدم السكري. شكرا.